بسم الله الرحمن الرحيم. شجرة مباركة من الأرض المباركة. تراب فلسطين، تراب القدس، تراب الجدار. ما شاء الله. يعني نحن هنا زرعنا ليس فقط شجرة الزيتون، وإنما زرعنا أرض فلسطين، تراب فلسطين في قلب الجزائر، لنؤكد أن فلسطين تسكن قلب كل عربي وكل مسلم وكل جزائري. ما شاء الله. عشق فلسطين، حب فلسطين، حب المسجد الأقصى المبارك يسكن قلوب الجميع، وهذه بشارة في انعقاد القمة العربية وفي الفاتح من نوفمبر، وأيضا في اليوم ذكرى وعد بلفور الذي أعطى فيه من لا يملك وعدا لمن لا يستحق. هذا التزامن يؤكد لنا أن ما نزرعه على الأرض سيمحو آثار وعد بلفور، وهذا الوعد سينقض يوما قريبا باذن الله. ان شاء الله. هذا الزرع وهذا الغرس الطيب لشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء، زيتونه مباركه لا شرقيه ولا غربيه، جاءت من تربه مباركه ومن ارض مقدسه اللي هي القدس الحبيبه، فك الله تعالى اسرها واعادها الى امه الاسلام والمسلمين. ان نشهد هذا العرس الكبير في يعني على هامش القمة العربية التي تحتضنها الجزائر، والتي استلمت قيادتها والتي جعلتها عنوانا لفلسطين. نشهد هذا الغرس لهذه الشجرات الشجيرات المباركات بعد أن غرس للجزائر ولرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في أرض فلسطين شجرة زيتونة مباركة مثلها. ها هي الآن هذه الزيتونات المباركات وهذه الشجيرات المباركات